فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول: تقول والدتي إنها قبل 25 عاما كانت حاملا في رمضان ووضعت حملها ولم تصم من رمضان إلا 5 أيام فقط، ثم بعد رمضان لم تقضي شيئا، فماذا عليها حيث كانت جاهلة بالحكم؟ عليها القضاء، عليها القضاء والكفارة، تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء، عن تأخير القضاء. نعم.